طرقاتها اليوم تسير فيها عربات تجرها أحصنة وحمير بعدما كانت تعج بالسيارات. قد يبدو كأنني قارنت بين مدينة في عصورها الوسطى بين ماضيها وحاضرها، لكن لا، هذه مشاهد حقيقية من غزة بعد انقطاع الوقود والكهرباء بسبب الحرب المتواصلة. فوسيلة التنقل الوحيدة بالمدينة اليوم هي عربات تجرها الأحصنة والحمير. هذه العربات أخذت مكان سيارات الإسعاف وشاحنات نقل المؤونة، واستخدمها أهل غزة لنقل المصابين والجثث إلى المستشفيات. هنا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، العديد من السكان أجبروا على ترك سياراتهم متوقفة على طول الشارع والسفر بهذه العربات هرباً من القصف لأماكن أكثر أماناً. وعلى الرغم من بدء مرور إمدادات الغذاء والدواء عبر معبر رفح، رفضت إسرائيل السماح بدخول الوقود إلى القطاع، قائلة إنها تخشى أن تستخدمه حماس في صنع الأسلحة. ومع استمرار القصف الإسرائيلي تزداد أوضاع الغزيين سوءاً يوماً بعد يوم، مع غياب الاحتياجات اليومية الأساسية من غذاء وماء ودواء وكهرباء، وسط تصريحات من منظمة الصليب الأحمر أن المساعدات التي دخلت القطاع بعيدة للغاية عن أن تفي بالاحتياج العارمة.